بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة مهمة في مسيرتي الكروية. الحمد لله اليوم وقعت في نادي الرايد. أشكر إدارة نادي الرايد بقيادة الأستاذ فهد المطوع، وكيل أعمالي الأستاذ علي رماح. أتمنى إن شاء الله دعم الجمهور لفريق الرايد إن شاء الله هذه السنة، وإن شاء الله نقدم كل ما عندنا بإذن الله.